المؤتمر الوطني لأسطورة التعليم خصوصي المغرب، هو أول مؤتمر كيتنظم على صعيد المغرب، يعني أول مرة كيجتمعوا أساتذة ممثلين ديال مجموعة من المدن المغربية، ممثلين ديال مدينة طنجة، تطوان، أكادير، مراكش، الرباط، مكناس، فاس مكناس. وكنا كنتمناو ان حضور اساتذه العيون الساقله الحمراء بسبب تواجد يعني تواجد الفرع ديالنا تما. للاسف التزامات ديال رئيس الفرع ما سمحتش لنا يحضر. هذا المؤتمر هو اساسي، لماذا؟ جا في واحد السياقات متعدده كما قلت سابقا ما بعد كورونا. الجمعيه تاسست قبل كورونا تقريبا بسنتين، ولقينا واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي كتهم القطاع. راسلنا جميع الجهات من اجل الالتفات لهاد الناس اللي كيستحقوا اكثر، اللي كيعطيو نفس العطاء ديال الزملاء ديالهم في القطاع العمومي او في نظام ما يسمى بالتعاقد، لكن هناك دائما واحد النظره مقاولاتيه لمهمه الاستاذ داخل القسم، في حين انه يؤدي مهمه تربويه. هذه المهمه التربويه خاصها تشرف عليها وزاره التربيه الوطنيه بشكل مباشر، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى المراقبه، لا على مستوى حتى المسائل ديال كما قلت سابقا مسائل ديال التثقيف مبدئيا الى حد ما، او اقتراح واحد الباغيم ديال الاجور اللي كيشكل واحد الاشكاليه كبيره، ناهيك عن ما يسمى بالاستقرار المهني. هذا نقطة أساسية ومهمة، سيما أن المؤتمر كيدار تحت شعار ضمانا للجودة، جودة التعلمات، من أجل ضمانا لجودة التعلمات وصيانة الاستقرار المهني. إذا فالجودة مع الاستقرار المهني بطبيعة الحال غادي يساهم في خلق واحد دينامية أقوى بالنسبة للتعليم الخصوصي، لأن كنعرفوا أن العنصر البشري اللي كيمثلوا الأستاذ، اللي كيمثلوا المدير، اللي كتمثلوا المربية بما فيه المؤسس، لأن المؤسس حتى هو راه شريك مهم داخل هذه المنظومة. ملي كيكون واحد يعني واحد المفهوم متفق عليه، واحد النظام أساسي اللي متفق عليه مع كافة الشركاء، بطبيعة الحال القطاع غادي يمشي بواحد الطريقة، بواحد الوتيرة ممتازة، وغادي يسد على أي تصرفات لا قانونية لا حقوقية لا إنسانية داخل القطاع. ما كنعممش، بطبيعة الحال دائما هناك استثناءات، هناك يعني واحد الميزة كيعطيها القطاع وكيعطيها المشتغلين في هذا القطاع اللي كيستثمروا لا على المستوى المالي على مستوى العنصر البشري أرقام كبيرة وكيساهموا في تطوير هذه المنظومة. لكن للأسف هناك من يسيء إلى هذه المنظومة اللي كنسميهم انا بين قوسين الناس اللي ما كيفهموش في التربيه والتعليم وكيحاولوا يستثمروا في هذا القطاع. هؤلاء يسيئون الى المنظومه بشكل عام، وكيسيئوا حتى المستثمرين التربويين. انا كنسميه مستثمر تربوي اللي كيلقى نفسه داخل واحد السياق متعرج ماشي متفق عليه. والجمعيه جاءت في اطار هذا المؤتمر الوطني الاول تطالب بنظام اساسي تشريف عليه وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء من أجل تطوير المنظومة ككل ما فيه العنصر البشري. احنا كنمثلوا مدينة تطوان والنواحي، جينا اليوم باش نحضروا أول مؤتمر وطني ديال هذه الجمعية. يعني فعلا احنا مدينة تطوان يعني مدينة نقولوا صغيرة مقارنة مع المدن الكبرى، حتى هي عندنا مشاكل، عندنا يعني إكراهات، عندنا صعوبات، ولكن المهم كنتمناو من خلال الجمعية أننا يعني نقربوا الفئة التعليم الخصوصي، يعني ونحاولوا نعملوا بعض الحلول للمشاكل التي نعاني منها. اليوم نحن كفرع جهة تسمسة حضرنا لهذا الملتقى الأول بمدينة الدار البيضاء. الهدف من هذا الملتقى هو أولا كاسم ملتقى يعني نلتقي نحن كرؤساء الفروع وكممثلين عن الجهات من أجل إعداد لحمة لهذا التكتل الجمعوي على الصعيد الوطني، من أجل كذلك تدارس واقع التعليم الخصوصي بالمغرب وبالجهة خصوصا. ونحن اليوم عازمون على أننا نوضع خطة عمل واستراتيجية موسعة في إطار مشترك مع باقي الجهات من أجل تدارس واقع
التعليم الخصوصي بالمغرب. لا يخفى على الجميع أن القطاع يعيش مشاكل كثيرة جدا، ولكن نحن عازمون كما قلت على أننا أن نضع حدا لهذه المشاكل، وكذلك من أجل كذلك أن نتدخل على الصعيد الوزاري مع الوزارة الوصية من أجل إعداد مخطط أو قانون يضع هذا التعليم الخصوصي في السكة الصحيحة. جميع القطاعات على المستوى الوطني تعيش مشاكل، ولكن نحن كقطاع تعليم خصوصي لدينا مشاكل خاصة في القطاع المتعلق بالتعليم، وبالتالي فيستجدي علينا جميعا أننا ندخل كل حسب مركزه وحسب تدخله من أجل وضع خطة كما قلت، وتكون خطة مشتركة من أجل وضع حد لهذه الانزلاقات، نقول انزلاقات الواقعة على مستوى التعليم الخصوصي والتي لم تجد لها الوزارة حلا إلى حدود الساعة. القضية ديال الأجور أظن على أن الوزارة منكبة اليوم على وضع واحد القانون، مشروع قانون من أجل أنه توضع حد لهذه التلاعبات، وما تلاعبات لأنه دفتر تحملات متعلق بالواجبات المدرسية على مستوى المؤسسات يختلف من جهة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، وبالتالي فهذا خطر كبير يهدد المنظومة ديال التعليم المدرسي الخصوصي. وعازمون كما قلت على أساس أننا نوضع خطة عمل من أجل وضع واحد الباريم، كنقولوا باريم ديال الأثمنة على الصعيد الوطني، ولو أنه يصعب البلوغ إلى هذا الهدف، ولكن نحن عازمون على بلوغه إن شاء الله.